صباحكم الله بالخير جميع، ايش حالكم؟ عساكم طيبين. اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء صار. فانا اقسم بالله اني ما كنت متوقع بالشيء هذا اللي صار اليوم، 1% ما كنت متوقع. ثاني الشخص اللي يقول انا اخطات عليه اللي من الاعداد، انا جيته وسلمت عليه وحبيت راسه واعتذرت له، قلت له انا اسف اذا حصل مني خطا، كل ابونا خطاون وخير الخطاون التوابون. فهذا قبل يجي ابو كاتم وقبل دخوله. اما بالنسبه لقرار ابو كاتم، اتمنى من ابو كاتم على قولتهم انه يسترجع من هذا القرار اللي جعله. انا والله العظيم اني تعبان على اشياء وابي اقدمها في هذا البرنامج، وكل حلم شخص انه يكون في قناه بدايه. فان شاء الله انه يسترجع من هذا القرار وتشوفوني باذن الله، وان شاء الله اني اقدم كل شيء يرضي الله سبحانه ثم يرضيكم. اتمنى من ابو كاتم استرجاع هذا القرار.